بسم الله الرحمن الرحيم، مع كنز عظيم من كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس، كنز من جوامع الكلم، له مناقب لا تحصى. روى الإمام الدارمي في سننه من حديث أنس بن مالك، وأيضا الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين: إن لله بحر من نور، عليه ملائكة من نور، على خيل من نور، معهم حراب من نور، يسبحون الله تعالى ويقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فمن قالهن في يوم أو شهر أو سنة مرة أو في عمره، يعني مرة واحدة في عمره، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولو كانت ذنوبه اسمع ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر، ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر أو رمل عالج أو فارة من الزحف. يعني لو أنت عملت من مليارات السيئات والذنوب، بعض بقى العلماء يعني بيتشدد ويقول لك لا، هو مقصود هنا الصغائر. لا، مش مقصود الصغائر، ده مقصود كل الذنوب، كبائر وصغائر، إلا الذنوب والكبائر المتعلقة بحقوق الآدميين. طب إيه الدليل؟ إن الرسول قال، أو الحديث أهو، أو فارة من الزحف، والفرار من الزحف ده من أكبر الكبائر على الإطلاق. مش الرسول قال في الحديث الصحيح: اجتنبوا الموبقات، السبع الموبقات: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله بالحق، وقتل وأكل الربا، والسحر، وأكل مال اليتيم، قصف المحصنات، والتوالي يوم الزحف. ده هنا بيقول لك لو أنت ذنوبك قد رمل عالج وقد زبد البحر، ولو أنت فرطت من الزحف. وأكبر دليل على العظم من هذا الذكر أنه بيقول لك لو أنت قلته مرة واحدة في يوم أو في شهر أو في سنة أو في عمرك، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طب الصحابة كانوا يخبطون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: أين نحن من رسول الله؟ غفر الله له من تقدم ما تقدم من ذنبه وربه. مش ربنا أثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا، في سورة الفتح. في أكثر من كده. الظروف اللي في السالفة، طب والظروف الجاية كمان؟ يعني ربنا بيقول لك اللي أنت لسه ما عملتوش هغفره لك، يعني خلاص ضمنت الجنة. يعني بيقول لك أنا بغفر لك من قبل الذنوب، من قبل ما تعملها أنا بغفرها لك، اللي أنت هتعملها بغفر لك. عايز إيه أكثر من كده؟ ولو كانت مليارات الذنوب والسيئات، ولو كانت كبائر، بس طبعا يعني مش من معناه الانسان يستهين بالذنوب ويستخف، كما قال الامام حسن البصري: من اذا احسن الظن تحسن الظن بالله بان تحسن العمل، مش تتكن على ذكر وتعمل الكبائر وتقول لا ربنا يغفر لي. لا، ربنا ممكن يحبط عملك وما يقبلش، لكن معناه الانسان يتوب ويتمسك بهذا الذكر العظيم: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ف يا ريت انا قالهن في عمري، قالوا مره في يوم او في شهر او في سنه او في عمري، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، وغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر ورمل عالق، ولو فر من الزحف. فانا هكتب لكم الحديث والسند بتاعه كل في الفراس، انسخوا هذا الكلام وانشروا نشر هذا العلم في ثواب عظيم لعل علم في الاجر، ما تنسوا تفعيل الجرس. كل قولي هذا، استغفر الله.